السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ محمد صبح ودرس جديد من دروس برايمري 5. في الدرس ده هنتكلم على complement of a set and the difference of two sets. ويلا نبدأ مع بعض بالcomplement of a set A. يعني إيه complement of a set A؟ قبل ما نعرف الcomplement لازم نعرف مع بعض الـ U أو الـ universal set. الـ U أو الـ universal set اللي هي الـ mother set، اللي هي المذر ايه؟ مذر ست او اليونيفرسال ست اللي هي اليو، المذر ست او اليونيفرسال ست اللي هي الايه؟ اليو، اليو كابيتال دي اللي هي المذر، مذر ست او يونيفرسال ست، تمام؟ اللي هي دي اليو، المذر ست او اليونيفرسال ست اللي هي بتضم all sets، all ايه؟ all sets في اليونيفرسال سيتس بتاعتي. طب ماشي يا مستر، يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه مذر سيت او يونيفرسال سيت اللي فيها كل السيتس اللي هي المربع اللي قدامي او الريكتانجل اللي قدامي ده. طيب ده elements هنا بقى، يعني الكومبلمنت اوف سيت A اللي هي الـ A داش اللي هي الـ element found in U اللي هي موجوده في اليونيفرسال and but not found in A. طيب انا ممكن اقول بطريقه ثانيه، هي الكومبلمنت بتاعت الايه عشان تبقى يونيفرسال. يعني انت لو انت عايز تجيب الكومبلمنت بتاع الايه تروح مخبي الايه نفسها وتقول كل الارقام اللي حواليها. طب انا لو عايز اعمل لها شيدد اهو، ادي الشيدد بتاعها، نختار لها لون تاني، الشيدد بتاعها بالاحمر اهو اللي هي كل الارقام اللي حوالين الايه نفسها، بس الايه لا، يبقى ده اسمه الكومبلمنت بتاع الايه، ده الكومبلمنت بتاع الايه، كل النمبرز اللي حوالين الايه والايه نفسها لا. فانا لو قلت اليونيفرسال فيها 1 و2 و3 و4 و5 والايه فيها 2 و3، يبقى ال 2 و3 دول لا، يبقى الكومبلمنت بتاعهم يبقى 1 و4 و5. يبقى لو انا سالتك على الايه كومبلمنت هتقول لي ال 1 والفور والفايف اللي هم حوالين السيركل A من بره، يبقى ده اسمه الكومبلمنت. ده معنى الكومبلمنت. ولو انت عايز تجيبه من السيتس دي هتقول لي كل الاليمنت ما عدا 2 و3، يبقى تقول لي 1 و3، سوري 1 و4 و5، يبقى 1 و4 وايه و5 هي دي اسمها الكومبلمنت بتاع السيت A. طيب لو انا كتبت A كومبلمنت all complement، يعني انا عايز الكومبلمنت بتاع السيت A والكومبلمنت تاني، اما تلاقي كومبلمنت كومبلمنت ترجع السيت تبقى ايه زي ما هي من غير اي حاجه خالص، لما تلاقي كومبلمنت كومبلمنت. طب يلا يا مستر انا عايز A يونيون A كومبلمنت. طيب ال A اللي هي فيها 2 و3 وال A كومبلمنت فيها 1 و4 و5. لو انت حطيت ال A 2 مع 3 مع ال 1 وال 4 وال 5 هتبص هتلاقيهم بيعملوا لك الايه اليونيفرسال، يبقى ادي الايه اهي وادي الايه كومبلمنت اللي حواليها بيعملوا الايه اليو اللي هي يونيفرسال، اللي هي يونيفرسال سيت. طيب النوتس دي مهمه برضو، لو انا قلت عايز الكومبلمنت بتاعت اليو ايه الحاجات اللي بتكمل اليو عشان تبقى يو؟ مفيش، يبقى فاي. طب ايه الكومبلمنت بتاعت الفاي عشان تبقى يو؟ اليو كلها، كل الاليمنت، يبقى الكومبلمنت بتاعت الفاي هتبقى يو، يبقى الكومبلمنت بتاعت اليو تبقى فاي والكومبلمنت بتاعت الفاي هتبقى يو. تعال نشوف اكزامبلز تاني. هنا بيقول لي ايه؟ لو انت معاك الست يو 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 وست A فيها 1 و3 و4 و7 وست B فيها 2 و4 و6 و7، بيقول لي represent by Venn diagram. يبقى انت عايز تعمل ريبريزنت باي فين دايجرام، يبقى اول حاجه تعمل ريبريزنت للست A و B في الاول. طيب هل هو في منهم انترسكشن؟ انا شايف هنا في 4 وهنا في 4 وهنا في 7 وهنا في ايه 7. يبقى في ما بينهم انترسكشن يا مستر، يبقى التو سيركل بتوعهم هيكونوا فوق بعض زي ما احنا ايه هنرسم دلوقتي تو سيركل كده اهم فوق بعض، يبقى السيركل الاولى دي اسمها ايه؟
والسيركل التانية اسمها ايه؟ بي. يلا بقى نكتب الايه؟ النمبرز اللي حصل فيها انترسيكشن، اللي هي ايه في الجزء اللي فيه الانترسيكشن، اللي هو 4 وكام؟ و7. طب ماشي، 4 و7، ال A فيها 4 و7 ناقص ما اتكتبش ال 1 وال 3، يبقى نكتب هنا 1 وهنا 3. تمام. طيب ال B اللي ما اتكتبش 2 وال 6، يبقى نكتب هنا 2 وهنا 6. تمام كده. ده ما 2 وهنا 6. طب ماشي يا مستر. وبعد كده بقى يلا نكتب اليونيفرسال. تروح عامل مربع كبير لليونيفرسال اهي، تروح عامل لافف ده بقى حواليهم كده، ايه مربع كبير كده اهو، وتكتب فيه ايه؟ اليونيفرسال. طب اليونيفرسال دي كان فيها 1 ادي 1، 2 ادي 2، 3 ادي 3، 4 ادي 4. طب 5 فين ال 5؟ مش مكتوبة، يبقى تكتبها بره كده 5. طب ها 6 7، يبقى كل الأرقام بتاعت اليونيفرسال اتكتبت ما عدا ال 5. ال 5 يروح كاتبه ايه؟ بره ال 2 سيركلز دول، بس طبعا جوه السكوير، وهي دي اليونيفرسال. طب يلا نجاوب الأسئلة بتاعتنا. خلاص أنا كده هتأكد إن أنا رسمته صح. أهي الرسمة أهي، ال 4 وال 7 وال 2 وال 6 وال 1 وال 3 وأدي ال 5. تعال بقى ايه نحل. انا عايز الاي كومبلمنت، فين الاي؟ ادي الاي اهي. انت عايز الاي كومبلمنت، تروح عامل شدد عند الاي، تخبي الاي كلها، او تروح مخبي الاي كلها، تعمل شدد للاي اهو. ادي الشدد عند الاي، انا مش عايز ارقام الاي خالص، مش عايز ارقام الاي خالص. يبقى الاي كومبلمنت هيبقى 2 وال 6 وال 5. تعالى نعمل تشيك كده شوف صح، ال 2 وال 6 وال 5. طب ماشي. طب البي كومبلمنت، يبقى تروح مخبي لي البي اهو، نشطب على البي اهو كده، خبي البي بقى اهو. اقول بقية الارقام 1 و 3 و 5. تعالى نعمل تشيك 1 و 3 و 5. طب تعالى نكمل. انا عايز A كومبلمنت يونيون B كومبلمنت. طب ما انت عندك ال A كومبلمنت اهي وال B كومبلمنت اهي، يلا نعملهم ايه؟ يونيون، يعني نحطهم مع بعض. هتقول لي ال 1 وال 2 وال 3 وال 5 وال 5، لا ال 5 مرة واحدة، يبقى 1 وال 2 وال 3 وال 5 و 6. تعالى نعمل تشيك، يبقى 1 ادي كتب بالترتيب اهو، ال 2 وال 6 وال 5، وراح جه قال لك ال 1 وال 3، وجه يكتب ال 5 ثاني قال لا ال 5 مش هنعمل لها ريبيت. يبقى انت يونيون يعني بتحطهم مع بعض. طب بعد كده قال لي A كومبلمنت انترسكشن ال B كومبلمنت. طب ال A كومبلمنت اهي وال B كومبلمنت اهي، فين الانترسكشن ما بينهم؟ انترسكشن يعني الارقام اللي اتكررت. ايه اللي اتكرر؟ هنا 5 وهنا 5، يبقى الانترسكشن ما بينهم هيكون كام؟ 5. طيب السؤال اللي بعده، A يونيون B بس هنعمل كومبلمنت. طب ال A يونيون B يعني ايه يونيون B؟ لو انا عايزه اهو، ده ال A يونيون B، طلع تعالى نعمل له شيدت، هو ده كده ال A يونيون B، تو سيركلز مع بعض. بس انت مش عايز اليونيون، انت عايز الكومبلمنت بتاع اليونيون اللي حوالين اليونيون. يبقى اليونيون الكومبلمنت بتاعه هيبقى كام؟ ايه الرقم اللي بره؟ 5. يبقى انا عندي هنا كومبلمنت A يونيون B كومبلمنت اللي هو ايكوال 5. طب ماشي يا مستر، خلاص انا خلصت دي. طيب عايز ايه تاني؟ عايز A انترسكشن B كومبلمنت. طب ال A انترسكشن B، A انترسكشن B، الانترسكشن فين؟ في الجزء المظلل ده اهو، ده هو انا هعمل له شيدد، ده الانترسكشن. بس انت مش عايز الانترسكشن ده، عامل لك براكت وكومبلمنت، يعني عايز اللي حواليه. اللي حواليها يبقى كام؟ 2 و 6 و 3 و 1 وايه و 5. يبقى الانترسكشن الكومبلمنت بتاع الانترسكشن هيكون 2 و 6 و 3 و 1 و 5. تعال نبص عليه اهو، 2 و 6
و5 و1 و3 تمام. يبقى كل النمبرز اللي حوالين الانترسكشن. طيب تعال نشوف اكزام، تعال نشوف بقى الليسون اللي بعد كده. الليسون اللي بعد كده بيتكلم عن the difference of two sets. The difference of two sets او ال x difference y او x minus. علامة الماينس هنا في السيتس معناها difference. يعني ايه difference يا مستر؟ يعني ال element اللي found which is found in x and not found in a in y. يعني الارقام اللي موجودة في ال x ومش موجودة في ال y. ده معنى ايه difference؟ x difference y. لو انا عايز x difference y الارقام اللي موجودة في ال x ومش موجودة في ال y. هنا في 2 موجودة في ال y؟ لا. يبقى دي اول حاجة 2. طب ال 5 موجودة هنا؟ لا مش عايزها. وال 6 موجودة هنا؟ لا مش عايزها. يبقى انا عايز الارقام اللي موجودة في ال x ومش موجودة في ال y. ما فيش عندي الا 2. طب يا مستر لو من الرسم يعني ايه x difference y؟ يعني الجزء دون الجزء اللي قبل الانترسكشن من ناحية الايه؟ من ناحية ال x. ادي ال x اهي، ده اسمه ايه؟ الجزء اللي موجود في ال x ومش موجود في ال y. found in x and not found in y. يبقى هو الجزء ده اللي فيه الايه؟ ال 2. يبقى x difference y هتبقى equal كام؟ 2. طب لو انا عايز y difference x، ايه اللي موجود في ال y ومش موجود في ال x؟ يبقى الجزء اللي هيبقى ناحية ال y اللي هو دون اللي فيه كام؟ فيه 3 و4. يبقى انا لو عايز ال y difference ال x يعني ايه اللي موجود في ال y ومش موجود في ال x؟ ال 3 والكام؟ ال 3 وال 4 موجودين عند ال y ومش موجودين عند ال x. يبقى ال y difference x يبقى ال 3 وال ايه؟ 4 اللي هما ناحية ال y. تعالى نشوف الإجابة صح ولا لأ. يبقى ال 3 وال ايه؟ ال 3 وال 4. تعالى نكمل مع بعض. تعالى نحل الإكزامبل ده بقى مع بعض. عايز x difference y اللي موجود في ال x ومش موجود في ال y. طبعا واضح ان هما ال 4 وال ايه؟ ال 4 وال 6 اللي ناحية ال x. طيب y difference x يبقى ال numbers اللي ناحية ال y اللي هي كام؟ ال 3. عايز ال x complement. ال x complement يعني نخبي ال x، يعني نخبي ال ايه؟ ال x انا مش عايزها كلها خالص اهي تمام. واقول الارقام التانية يبقى 3 و0 و1. تعال نشوف الكلام صح ولا لا. 3 و1 و0. طب ال y complement، y complement يبقى تخبي ال y، تخبي ال y اهو، واقول بقية الارقام يبقى كام؟ 4 و6 و1 و0. يبقى تعالى نعمل التشيك. 4 و6 و1 و0. طب تعالى نكمل. عايز اجيب x complement difference ال y. في الحالة دي بقى مش هتقدر تجيبها من الرسم على طول. تعالى نعمل steps. ال x complement اللي هي كام؟ 3 و1 و0. difference ال y، ال y اللي فيها كام؟ ال y اللي فيها 5. تعالى كده مع بعض نكتبها، نكتب ال y. ال y اللي هي ايه؟ ال y اللي هي 5 with comma 3 comma 2 تمام. يبقى هي دي ال y. طب هو عايز ايه؟ x complement difference ال y. x complement اهي، ايه اللي موجود في ال x complement ومش موجود في ال y؟ ال 3 لا موجود، ال 1 مش موجود عند ال y، ال 0 مش موجود عند ال y. يبقى نكتب له 1 و ايه؟ 1 و 0. 1 و 0. طب universal difference ال x، لو انا ال universal ايه اللي موجود في ال universal ومش موجود في ال x؟ ممكن تقول له x complement، وممكن تقول له قولهم له بقى اللي هم ال 1 وال 0 وال a وال 3 لان دي اسمها ال universal، كل الارقام موجوده فيها ما عدا ال x. يبقى 3 و0 و1. يبقى لو عملت تشيك لكده 3 و1 و a 0. طيب ده بالنسبه للاكزامبل ده. تعال نشوف النوتس دي مع بعض، مهمه جدا وحلوه جدا. x difference universal،
اللي موجود في الاكس ومش موجود في اليونيفرسال. اما اصلا الاكس موجوده جوه اليونيفرسال، يعني اليونيفرسال سيت دي فيها كل الايه المذر سيتس، يعني في ارقام تبقى موجوده في الاكس ومش موجوده في اليونيفرسال طبعا استحاله. يبقى اكس يونيفرسال هتبقى ايه؟ فاي. تبقى ايه؟ فاي. طب لو قلت فاي ديفرنس الاكس، في نمبرز تبقى موجوده في الفاي مش موجوده في الاكس، اما هي اصلا الفاي دي امتي سيت او نال سيت ما فيهاش حاجه، يبقى اقول له ايه؟ فاي. طب يونيفرسال ديفرنس الاكس، ايه اللي موجود في اليونيفرسال ومش موجود في الاكس؟ اللي بيكمل الاكس، اللي بيكمل الاكس اسمه ايه؟ اكس كومبلمنت. اكس كومبلمنت. طب لو قلت اكس ديفرنس الفاي، ايه اللي موجود في الاكس ومش موجود في الفاي؟ كل الارقام موجوده في الاكس ومش موجوده في الفاي، لان الفاي ما فيهاش حاجه. يبقى اكس ديفرنس الفاي يبقى يكون ايه؟ اكس. طب اكس ديفرنس الاكس، في حاجه موجوده في الاكس ومش موجوده في الاكس، طبعا هتكون ايه؟ فاي. تمام. وبكده يبقى احنا خلصنا درس الكومبلمنت والديفرنس، ومع فيديو جديد ودرس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.